الزمالك الاخيره الاداء ما كانش انت ما كنتش مقتنع بيه. تمام، انت بتكتب وبشوف على السوشيال ميديا عندك وبتكلمني، ولكن انت بتطلع بمكاسب معينه انت بتشوفها بعينك بطريقتك انت. تمام. ايه المكاسب اللي طلعنا بيهم من مباراه الداخليه؟ مباراه الداخليه لو ناحيه فنيه مش هتلاقي غير ثقه اوباما التهديفيه بترجع له تاني، والناس الصغيره اللي موجوده لحد ما بالنسبه لي ممكن احمد مجدي دي برضو حاجه كويسه، ماتش عن التاني، بيكتسب خبرات، صاحب قرار، سنه صغير بس مع الوقت انا شايف ان هو مع الوقت وان هو يندرج في وسط التيم مع السن مع الكواليتي مع طريقه اللعب بتاعته، لا في ستايل بيعرف كمان يبيلد اب من تحت، شكله كويس، عنده الثقه وبيبص الكره هو ده شمال طبيعي ويمين. ان احنا نقول مع الوقت، يعني احنا اللي بنشوفه بره رفع سقف طموحاتنا. لما طب ما هو بنشوف رأفته بره 17 و18 سنه رفعت طموحاتك، ده الطبيعي ان احنا يعني اللعيب بيبقى باين، الطبيعي ان احنا نستنى ولا يطلع اعاره ولا يقعد نستنى في النادي، من وجهه نظرك ما يعني. هو مش احمد مجدي عامه، بنتكلم المشكله فين؟ عامه. ما هو المشكله عامه. تمام، انت قاعد كده تخليني اروح في مكان تاني خالص، مثلا في اتجاه المنتخب الاولمبي. لو احنا اتكلمنا كمستوى لعيبه شويه لسه برضو ربنا يوفقهم، بس لحد ما تحضر لهمش بشكل كويس، الفئات السنيه من تحت ليها شغل تاني في الناشئين، ليه سيستم تاني، حاجات ما تعرفش، ممكن السن بيبقى مختلف، تزوير في اعمار السنيه بيحصل تيجي تزوير في الاعمار كتير كتير السنيه كتير لحد دلوقتي، ما هي الفكره في الناشئين بيدور على البطوله، ما بيدورش ان هو يطلع لعيب، فبيحط سن. خلاص بقى هو بيدور على اللي فين اللي هو يبقى يعتبر مسنن، وده بيبان بعد كده في المرحله السنيه بتاع ال 17 وال 18 لو لازم يتقيد بقى مفيش هزار. فاهم، فهو بيبان بقى التفاصيل هنا. اي نعم المنظومه شويه ما خدمتش الناشئين، ما عندناش السيستم الكويس اللي تبني بيه الاجيال وتستثمر في اللعيبه دي اللي فكره قدام لسه. نتمنى في الفتره الجايه ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه، بس ان انت تقارن ما بين واحد من مصر من عندنا متأقلم هنا وعشت وموجودة هنا بالأساليب والسيستم اللي موجودة عندنا هنا في الكرة شوية في بعض التفاصيل بعيدة، إن هو يطلع ناشئ بنفس المقارنة هناك. يعني أنت بتقارن 19 سنة في مصر 19 سنة بلعيب بره، لا هو مش متوفر له نفس الأتموسفير في كل حاجة، كأكل كنوم كالتزام كتمارين، كأن هو يعلمه ازاي من هو عنده هناك في اوروبا بيتعلم، هو 7 6 سنين 8 سنين كل مرحله بياخدها، مش اللي هو هينزل يلعب كوره وخلاص، لا هيشوف المرحله السنيه بتاع 6 7 سنين 9 سنين يتعامل معاه ازاي، كأنه طفل بيعلمه اساسيات سهله، ما فيش تعليم اللي هو بيلعب، المرحله السنيه اللي بعد كده اديله بعض الحاجات من الناحيه الفنيه، وبعد شويه لما يعدي المرحله السنيه بتاع ال 15 16 ابدا اخش تدريجي في البدنه اقوى، في سيستم في نظام. لا احنا عندنا اهم حاجه الواد يروح يلعب الكوره، اللعيب يروح يلعب انا رايح العب، لا في حاجات في علوم تانيه لازم توفرها لعيب الكوره عشان يبان واحد موهبه كبيره تقدر تقارن ما بين اللاعب المحترف اللي من بره، الاسماء اللي انت بتتكلم فيها اللي بتلعب في دوريات اوروبا واللي هو 19 سنه في الدوري المصري. طب اسالك سؤال هتجاوبني بصراحه. تمام. انت كنت ناشئ من سنه كام؟ كنت ناشئ من سنه 2000 2001، وبعد كده كان عندك قعدت كام سنتين؟ سنة يعني؟ 15 سنه. كام؟ 11. 11 سنه. ده السن اللي انت بتتكلم فيه عايز كل الحاجات والمقاومات دي تتعمل له، اللي هو 11 سنه صح؟ 11 سنه ما ينفعش اديله كل المقاومات، انا هبدا. لا انا جاي لك، انا اقصد الحاجات اللي انت طلبتها في سن الناشئين. تمام. بتبدا من 11 سنه. تمام. واقل كمان، بس خلينا نتكلم في 11 سنه. تمام. سنه 2001 لحد النهارده. تمام. احنا 2024. تمام. يعني بنتكلم في 23 سنه. تمام. في تغيير جذري ملموس في الناشئين؟ في قاعده مش في اللعيبه. في السيستم والتدريب. تمام. والمدربين دول كواليفايد ولا لا؟ بالعكس ده بتقل. انا بس ده بتقل كل ما بتعلى المرحله السنيه بتقل، يعني كل ما بتعلى من 2001 ل 2002 ل 2003 كل جيل عن التاني بيقل على فكره، المواهب بتقل، كل فتره على التانيه المواهب بتقل عندنا. بصرف نظر على اللعيبه. السيستم نفسه المدربين مفيش الكوادر مفيش يا جماعه مفيش كتير، يعني بتقل كل فتره عن التانيه بتقل. يعني 2001 كان احسن من دلوقتي؟ ايه؟ 2001 احسن من دلوقتي؟ طبعا. زمان انا مثلا الكابتن فكري صالح مثلا بالمناسبه اتكلم عليه، هو مدرب حراس وانا في منتخب الشباب او منتخب اولمبي او 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 كابتن فكري هو مدرب حراس، هو بيتعامل معايا وانا بشوفه ازاي تحب التمرين وتحب شغلك والنظام والاحترام بعيد عن الفن، وتحب المنتخب واسم بلدك وازاي تكافح وتوصل، راجل مقاتل، مدرب مقاتل بمعنى الكلمه، بيوصل ده للعيب
كحراسة مرمى، أنا وأنا في التيم موجود ببقى سامع الصوت، الحماس، العزيمة، حاجات دي كلها بعوامل شخصية تبقى في مدربين عندهم الإمكانيات إن هم يطلعوا عجال كويسة. دلوقتي أنا بصراحة ما في مدربين كويسين كتير، بس ما أعرفش، تحس إن هم لما بيبقى في منصب المسؤولية بيتكتف أو بيحصل إيه، ما بستغرب. إيه أول قرارات تعملها لو مسكت قاعدة الناشئين في مصر كلها؟ أول قرارات، قرارات البنية التحتية. لو أنت مسؤول عن كل حاجة، بنية تحتية، وفروا بنية تحتية كويسة. يعني إيه؟ بنية تحتية، ملاعب، فندق، إقامة ليه، أجيب له ناس تتعامل معاه، نفسي كويس، أجيب أغذيه كويس، دكتور تغذية، أحطه في أجواء الكورة. إيه أجواء الكورة؟ بالعكس، ده أنا أهتم بالناشئ أكتر من الكبير. خلاص الناشئ هو محتاج كل حاجة، الكبير أنت مش هتقدر تعلم في حاجة، خلاص الكبير أنت بتدي له أوامر وشغل إن هو ينفذه، إنما الصغير ده الناشئ ده أنت بتعلمه، بتدي له سيستم عشان بعد كده هو لما من كتر التكرار والتعليم والسيستم اللي واخده من الناشئين آلية، طبيعي هيبقى آلية وهو ما يطلع فريق أول، خلاص متأقلم وعارف شغله سيستم. إيه؟ أه معروف، بيتعامل بآلية، نزلت له سوفت وير وعمال تعمل له أبديت كل طبيعي شوية. طبيعي. إنما معلش تلاقي اللعيب بيجي على الماتش في الناشئين ما تعرفش واكل ايه في البيت، اكله ايه، النظام الصحي بتاعه في الناشئين، بيلعبوا امتى، الملاعب شكلها ايه، الاهتمام بتاعها ايه، حاجات كتير قوي مين بيت غير المجاملات. يعني انا بس واقف عن نقطه المجاملات دي، ان انت اتكلمت معايا قبل كده بره الهوا، حته المجاملات دي شايفها مؤسفه. يعني انا عشان اجامل كابتن صلاح، فانت عندك ابن اختك معلش عنده 9 سنين والنبي يشوفه كده وخده يلعب. طب وبعد ما يلعب هيروح لفين؟ مش هيروح لمكان، هيخسرني، هيظلم حد، وهو كده كده اوريدي مش هيلعب، هيبقى عبء عليا. لو هي فيها محسوبيه شويه هيبقى عبء عليا، انا طالما البدايه بمحسوبيه هي بقى انت عمل، انا ككوتش انت عملت لي مشكله في التيم. في الاخر لو انا اتحاسبت في سيستم ونظام زي ما انت بتتكلم كويس، انا كمدرب هتاذي، مدير يجي يقول لي ازاي وانت انتاجك فين؟ فين اللي انت بتطلعه له كل سنه؟ ايه مستواك؟ ايه الفرقه؟ ايه الجديد في الفرقه؟ مش تجيب واحد محسوبيه تيجي تقول لي هو ما بيلعبش، علي بقى نفسي بلعبه 5 دقائق 10 دقائق ما بيأثرش في الفرقه. في حاجات كتير بعيدة عن الكوره في الناشئين صعبه قوي، لازم تتغير، لازم لازم. بقت استثمار ولا صناعه اكتر في مصر؟ لا بقت استثمار. ودي كارثه. اه طبعا. الصناعه لسه 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 ما فهمناش المعايير والمقاييس وحاجات. هو اللي انت بتقوله ده هيودينا للصناعه، يعني انت بتقوله ده هيوديني للصناعه بالبلدي كده، انا بانفست او بستثمر تمام في 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 شبل صغير، ايوه في حد بشري بصنعه انه يبقى لعيب عالمي تمام، بس هو عشان بعد كده تعمل النظام اللي هي يبقى ليها كويسه، خلاص ما هو انت ما عملتش، انت من الناشئين ما عملتش، هتطلع ازاي مين؟ خلاص هتطلع منين؟ يعني ما تلومش اللاعب. وكمان احنا انا شايف الجمهور بيلوم في المنتخب الاولمبي، انتوا بتلوموا في اللعيبه ليه؟ انا جاي لك اللعيبه كده كده. اه بس في حاجات، في حاجات غريبه. لا يعني هو سيستم ونظامه معروف، الكوره بقت علم، ادرسه كويس، اهتم بيه هتديك، بس مع الموهبه اللي هي اصلا موهبه موجوده. ما هو انت جاي النادي ليه؟ هو انت لعيب كوره ليه؟ عندك موهبه، بس ايا كان بقى موهبتك ايه، مش هتفضل ناحيه فنيه، ناحيه بدنيه، ناحيه نفسيه، ايا كان الموهبه فيك اكيد فيك حاجه طالما بقيت لاعب كوره. انت مع قرار الاحتراف المبكر؟ طبعا. اتحط قانون يعني النهارده كان معايا كابتن محمد عبد الله في مداخله وقال انا مع ان يتحط قانون اللاعب يوصل 17 سنه اي عرض يجي له بره غصب عن النادي يطلع. انت مع قرار زي ده؟ اه طبعا، كله هيفيد مصر، هيفيد كله هيفيد مصر في الاول وفي الاخر، حتى كمان هيفيد الدوري بتاعك. يفيد الدوري بتاعك من كل الاتجاهات، ان انا اسيب لعيب ناشئ خلاص والناشئ ده بيطلع بره بيأثر، اسم مصر نفسه هيتشاف بقى اكتر، ان لا ده بيجي لعيب موهبه زي محمد صلاح، موهبه زي مش عارف كابتن ميدو، كابتن انا رمزي، كذا كذا، كابتن حازم امام، التفاصيل دي كلها لازم هيطلع لك لو انت سبت من هم من صغرهم. اللاعب المصري ذكي وعنده الناحيه والاصرار والعزيمه، ده اكتر من اي لعيب، ده بجد بالذات الانسان المصري عامه عنده العزيمه والاصرار موجوده فينا، للي هو عايز ينجح، لو هو عايز ينجح اوريدي عنده العزيمه، الجينات دي موجوده، فانك تبقى عندك العزيمه والاصرار تنجح طبعا وتسيبه يحترف، ده بيبقى مردود ليا كمصري كويس. وفي الاخر هو الناشئ ده
بيعمل كل ده وبيلعب حتى لو فضل وكمل ايا كان عندنا في نادي الزمالك وكسبنا بطولات ومنتخب مصر مش كويس، يبقى الكرة استفادتها فين بالنسبة للدولة؟ زي الناشئين كده لما بيقول لك انا عايز اكسب البطولة ومش فارق لي بس، يبقى هنا الموضوع فاهمني؟ انا مش بقول لك على حاجة، انا واحد من الناس مش عايز الزمالك يكسب ولا بطولة في قطاع الناشئين ولا بطولة الجمهورية، بس طلع لي بس طلع لي كل سنة 11 لعيب بروفايل. لا ماشي خلاص، طب ما انت لو عملت السيستم زي ما انت اتكلمت هتطلع اكتر من 11، هتطلع كل سنتين ثلاثه تلاقي نفسك مطلع لك 10 11 لعيب زي ما انت بتتكلم وقت. واللي ينفعني ينفعني، واللي طبعاً يبيعه يجيب لي فلوس، خلاص واللي طلعه عارف يجي لي مستوي بالبلدي. ده حقيقه، خلاص اطلعه ملوش مكان، اطلعه بالعكس ده يبقى ماشي من سيستم كويس، هيروح ينفذ الكلام اللي اتعلمه ده في نادي تاني، اثبت نفسه خلاص يجي النادي تاني ويرجع. هي تفاصيل منظومه بأولويات ورا بعض، دي بتتنفذ أكيد هيترتب عليها حاجة تانية أحسن، هيترتب عليها للنجاح أحسن، تفاصيل كتير. حطيت سيستم هتلاقي عدالة، هتلاقي كل حاجة ماشية كويس. شفنا ناشئين وكسبنا بعض الأسماء اللي ممكن نستفيد عليها الفترة الجاية.